مرحبا بكم في رمستنا. يقال عن الشيء اللي صعب قطعة أو كان يابس يقولون عص، ويقال أيضا عن اللحم اللي مو مطبوخ بصورة جيدة أو بعض أنواع اللحم النعص، يعني يصعب أكله ومضغه وتقطيعه بالأسنان. فشو أصل الكلمة وما مدى فصاحتها؟ الكلمة فصيحة باللفظ نفسه والمعنى نفسه، ورد في لسان العرب وعدد من المعاجم القديمة. يقال عن الشيء عصى، يعصو عصا وعصصا، صلب واشتد.